أهلا بكم. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح خلال الغبقة الرمضانية لقيادات وضباط وزارة الداخلية، قال إن رجال الأمن هم الحصن الواقي الذي يقف بالمرصاد لكل من يعبث بأمن الوطن، معبرا عن ثقته في رجال الأمن لحماية المواطنين والمقيمين ومؤسسات الدولة المختلفة بحرص كامل على تطبيق القانون على الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية. في هذه الليلة الطيبة من ليالي شهر رمضان الفضيل عاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، هذه الأمسية التي تشرف برعاية وحضور من سيد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد الصباح في هذا الجمع الطيب. تحية الشجعان للفذ الأشد، واللي يخرب ديرته فعله حرام، عسى جزاه يكون حبل من مسد. يا سيدي وانتو وريثين الكرام، بقول لي كلمة وظن انها وتد، ذراعنا وحدة ووحدتنا ختام، واللي يبي يفرق ما هو منا أبد. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون شك في البداية أحب أرحب في وكلائنا، فريق ناصر العثمان، فريق قاضي الأمار، والفريق أحمد الجيل سعادة المحافظ والأخوة، ونحن في هذه الأيام المباركة أحب أن أهني جميع منتسبي وزارة الداخلية على ما تبقى من أيام لهذا الشهر الفضيل. أدعو عليكم وعلينا وعلى المسلمين كافة باليمن والبركة، وتقبل الله إن شاء الله صيامكم وصلاتكم. أقصد تحياتي وتهاني لجميع منتسبي الداخلية، مدنيين وعسكريين، نساء ورجال، الحاضر معنا الآن واللي في بواجبه. فنبارك بالشهر الفضيل للي في برج المراقبة بالشمال، نهني اللي في خفر السواحل بالبحر الآن، نهني اللي في المراكز الحدودية، نهني اللي في دوريته سواء كان نجدة أو غروب، نهني اللي في مدرعته اللي بالأيام اللي فاتت يفطر على مدرعته ويمسك والله. يا عساكم من عواد. امبارح مثل ما انتم عارفين شرفنا سيدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في مبناكم، مبنى الشيخ نواف الأحمد، والله يحفظه ألغى نطق سامي، بالنسبة لنا تعتبر نبراس في عملنا. أكيد استمعتوا لكلمة سيدنا، ونحن إن شاء الله سائرين على دربه وتوجيهاته وأوامره. من بداية الشهر الفضيل والحمد لله بلدكم تنعم في الأمن والأمان ودولة مؤسسات وحرية الرأي مقبولة للجميع ومساحات الحرية كبيرة جدا. لكن مع الأسف في بعض من يستخدم التواصل الاجتماعي كان أو في الندوات بدأوا يسيئون إلى مؤسستنا البرلمانية، يسيئون إلى مؤسستنا الغضائية واللي هي ما طبيعي. ملجأنا الأخير وبدأت الأرض، ونحن كرجال عاهدنا الله وعاهدنا الأمير أن العدل والغام، العدل والغام. فمن بداية الشهر الكريم وانتم متابعين الأحداث، أحداث
صباح الناصر وحداث بالرقه والنار بالمنقل بالجهره لتشتيت وارهاق عملكم الامني وقوته، لكن بفضل رب العالمين وبجهودكم بتوفيق من رب العالمين استطعنا ان نغص المرصاد لمن يريد العبث بامن وامان لكم. الى ما جاء الثامن من رمضان تجمع المسجد الكبير بالوقت الكبير، الناس تذكر ربها وتصلي التراويح وتقرا القران. اللي كان يتمنون انه يحصل في المسجد الكبير يا اخوان كان مخطط، ما هو باللي انا وانتم تتوقعون، لا، كانت البلد بتنزلق انزلاق ما يعلم فيه الا رب العالمين. لكن بفضل رب العالمين وبحنكه واستشعار سيدنا حضره صاحب السمو وصرح فيها في نفس اليوم وحث وانذر قضاتنا الافاضل لا يمسوا، مؤسساتنا الدستورية لا تمس، فعملنا احنا على خطى، مشينا حسب النظم ولا رايح، حذرنا المتجمهرين، قطينا كل الامور القانونية. ما بعد ذلك فنحن بحاجة لما يجي بأمن البلد، لا انتو ولا انا ولا كل من رضى على هذا الارض الطيبة يرضى إننا نرهب أهالينا ونزرع الخوف في قلوبهم. اختيار الموقع ما كان موفق، وصف البلد، فلذلك بفضل رب العالمين وفضل إخوانكم وأنتم كذلك ووقفت أهل الكويت وياكم بأن ناقص ما كان يسعون له. مع الأسف احنا نتعامل مع كويتيين، لكن لما تجي أمن البلد يجب علينا نكون في هذه الصراع الآن وبالمستقبل. أنا ما بكم تشدون ويا التواصل الاجتماعي وقيل وقال والإشاعات، هذه تهد البلد، هذه ماركة. في بعض، أنا أتكلم ما أقول كل التواصل الاجتماعي، بعضها تنشر الفتنة تحبط رجال الأمن، لتهاجم قضاتنا الأفاضل، لتهاجم مؤسستنا التشريعية، لتهاجم مؤسستنا التنفيذية، بل وصلوا مسوا الأسرة الحاكمة. أنا ما أريد أن أطيل، كان يقال ما يقال أن وزارة الداخلية ما عندها ظهر. أنا حتى أعلق على هذه بس الجزء. نعم عندكم ظهر، ظهركم رب العزة والجلال، ظهركم صاحب السمو وأمير البلاد، ظهركم أهل الكويت اللي كلهم يدعوكم بالتوفيق، ظهركم القانون، هذا هو ظهركم يا أخوان. محمد ما هو إلا عود من ضمن الحزب. على بركة الله بالعدل والقانون كنا وما زلنا وبنستمر، محمد أو غير محمد، هذه هي وزارة الداخلية. ربنا يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم، وكل عام وأنتم بخير. ونهني سيدنا صاحب السمو وسيدنا سمو ولي العهد وسيدي سمو رئيس الوزراء في هذه الايام المباركه.